اهلا بيكم فيديو جديد من قناتنا العاب الاطفال. جايبالكم النهارده لعبه جميله قوي من بلاي موبيل، وهي فريق الاطفاء والبيت المحترق. يلا بينا نركب كل الاغراض مع بعض ونشوف ازاي هنطفي البيت دوت من النار. وطبعا ما تنسوش تحطوا ميه في مضخه المياه اللي هنطفي بيها النار، وهي دي. هركب الاول البيت وبعدين هنبدا نركب مع بعض فريق الاطفاء. يلا بينا ما نضيعش الوقت، ويا ريت بعد ما تشوفوا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا بينا نبدا. هبدا الاول زي ما قلت لكم بالبيت، وبعدين هكمل بفريق الاطفاء. ودلوقتي بعد ما خلصت البيت والواجهة الأمامية، هبدأ أركب التفاصيل بتاعة فريق المطافي علشان يطفوا النار. وكده ركبت كل حاجة تخص فريق الاطفاء ودول العمال، وكمان خراطيم المياه، ومنسيتش طبعا احط مياه في مضخة المياه. ودلوقتي فريق الاطفاء هيبدأ يطفي اول شباك، ودلوقتي اول شباك فعلا اتطفى فيه النار، وكمان الحمد لله تاني شباك قدروا يطفوه، فاضل شباك واحد بس. وفعلا فريق المطافي انتهى وطفى نار من البيت، والحمد لله كله مر بسلام. اتمنى بجد ان اللعبة تكون عجبتكم. وطبعا اكتر حاجة حبيتها هنا هي مضخة المياه. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الفيديو وفي اللعبة في مكان التعليقات. كمان لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. شكرا ليكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.